نروح للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد مصر 2022 اللي كلنا مستنيينها بفارغ الصبر، خاصة أنها هتكون على أرض مصر وبأيادي مصرية. طبعا اللجنة المنظمة بدأت اجتماعاتها التحضيرية استعدادا طبعا لتنظيم البطولة اللي هتستضيفها مصر خلال الفترة من 9 لحد 19 يوليو اللي جاي. كابتن محمد الألفي مدير البطولة عمل اجتماع امبارح مع عدد من رؤساء اللجان لبحث المهام الخاصة باللجان المشاركة في التنظيم والتنسيق مع الجهات المختلفة للانتهاء من الترتيبات المطلوبة في الوقت المحدد قبل انطلاق البطولة. إن شاء الله البطولة هتتلعب على صالة حسن مصطفى وصالة أكتوبر الدولية بمدينة 6 أكتوبر. القرعة الخاصة بالبطولة واللي اتعملت من أيام طبعا بمشاركة 14 دولة وأسفرت عن تواجد منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الأولى اللي بتضم مصر والمغرب والكاميرون، أما المجموعة الثانية فبتضم الجزائر والجابون وغينيا وكينيا. المجموعة الثالثة بتضم تونس والرأس الأخضر ونيجيريا، والمجموعة الرابعة بتضم الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا وأنجولا. دي يمكن الأربع مجاميع لبطولة إفريقيا اللي هتقام طبعا على أرض مصر زي ما قلت لحضراتكم في صالة الدكتور حسن مصطفى وصالة أكتوبر الدولية. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني اللي هم كمان صناع السعادة، منتخب مصر لكرة اليد كلنا عارفين أنهم بجد بيعلوا سقف طموحاتنا بشكل كبير جدا ودايما بيفرحونا. كرة اليد دي بجد كرة اليد المصرية، بعيدا بقى عن الزمالك وعن الأهلي، كرة اليد المصرية حقيقي حاجة عظيمة جدا جدا جدا.